اللمة أحلى حاجة في العيد، لمتنا أهل وعيلة وصحاب وجيران، ستات العيلة والعمارة متجمعين بيعجنوا وبينقشوا الكحك، والصواني رايحة جاية كده على الفرن، وأول كوباية شاي بلبن مع البسكوت، في سعادة وبهجة في كل حتة. جدي بابا بابايا كان شغال في وزارة المالية، فكان ألذ واحد بيدينا فلوس ورق جديدة لانج، كانت خطيرة يعني تعورك من كتر ما هي جديدة. لبس جديد ده كان لازم، إحنا كبنات بتالي دي حاجة أساسية قوي. كل سنة ومصر طيبة، كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد.